يا جماعة، بغض النظر عن رأيكم أو رأي في رانيا، إلا إنها يعني رضينا أو مرضناش، هي تعينت خلاص وبقت مديرة مبيعات أراضي القمر. كانت عقلك شفطتك خلاص؟ بس فعلا انا ما كنتش هصدق ابدا لولا شفت بعينيا وما بيحطوا فلوس في حجركم وبيقول لكم يلا يلا ابداوا المشروع. والفلوس دي هتفضل معايا لان انا المسؤوله عن الحمله الاعلانيه للمشروع. ولعلمكم اللي عايز يشتغل معايا يحترم نفسه ويمشي ورا كلامي ويسمع الكلام طول الوقت. وانت بقى هتحاسبينا باليوم ولا بالشهر؟ يمكن بالسنه الضوئيه يا ماما. يا دولا، يعني انا افهم من الكلام دون يعني ان احنا هنروح نقفل البازار بتاعنا ونفتح بازار تاني في القمر بعد الضهر؟ انت بتفكر ليه؟ بتفكر ليه؟ انت عمرك شفت قمر بالنهار؟ القمر بيطلع بالليل بس. يلا صح يا دولا. يعني احنا كده هنقفل البازار ده ونص يوم بس. انا عندي مقترحات. ان احنا نصفي كل الممتلكات بتاعتنا هنا على الارض وناخد الفلوس دي ونفتح بيها في البنك المركزي القمري، عشان انا سمعت ان هو بيدي 200% انترست. يعني ايه انترست ده يا دولا؟ غبي. انترستد يعني متشوق. وانا امبارح عملت سيرش على اسم الشركه ودخلت على موقعه واتاكدت ان هم رموا الاساسات فعلا. يا جماعه دلوقتي احنا بصدد بيع اراضي قمريه، يعني احنا لازم ننجح دلوقتي في بيع 10 اراضي عشان ناخد البونص بتاعنا قطعتين. بالظبط يا جماعه، وعشان الهدف ده عايزين نقسم بقى الشغل. كل واحد هيعمل ايه؟ بالنسبه لك انت يا نجلاء، عندك الجامعه، لازم تنشري المشروع في الجامعه، يعني بدل ما انت طول الوقت يعني سايبه المحاضرات وقاعده بتلعبي او بتخطفي انتيم دي من دي ولا انتيم دي من دي، اعملي بلقمتك بقى يا ماما. طب ايه العروض اللي هجذب بيها الشباب؟ اسكان متوسط، الوحده 60 متر على اقساط 20 سنه قمريه. طبعا ده اول حاجه هتجذب الشباب، ان هم هيقسطوا على 20 سنه. بعد كده الشاب ممكن يسقع الارض، طبعا تسقيع الارض في القمر ده بيبقى بارقام تانية خالص، او ممكن يفتح شقتين على بعض. وانت يا مامي وانت يا انتي، انتوا كسيدات بقى بعلاقاتكم بسيدات المجتمع الراقي وغير الراقي؟ طبعا يعني قصدها تقول المجتمع الراقي الواطي عشان يفهموا. بغض النظر يا عادل، كل الطرق تؤدي لمدان الجيزه، خليني اعرف اركز. انتوا هتنشروا الفكره عن طريق الاسره. عن طريق ايه بقى؟ النميمه، قعده المصاطه، قعده الفسحه، البلكونات. البلكونات دي بالذات ممكن تنشر الفكره من خلال الاشاره، يعني انت يا ماما تبقي واقفه في البلكونه طول الوقت وتقعدي تشاوري على القمر كده. لا لا لا، انا مش فاهمه حاجه. ايوه يعني تقعدي طول الوقت في كلامك تجيبي سيره القمر، تجيبي سيره القمر. لا لا لا، ما بحبش اجيب سيره حد بالعيبه ابدا. لا 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 لا، ايه يا ماما، ايه اللي يعيب القمر يا ماما؟ ده قمر قمر، يعني اقصد ايه في كلامك طول الوقت تجيبي سيره القمر، يعني مثلا ممكن تشغلي الاغنيه بتاعت يما القمر على الباب مثلا. او اقول لحضرتك على حاجه، اشغلي لهم اغنيه قمرين بتاعت عمرو دياب. لا لا يا رانيا، انا معترض على حكايه قمرين. قمر على الباب ماشي اوكي، لكن قمرين ده بقى مختلف، لان الناس هيتلخبطوا القمر ده ولا القمر ده. زي ايه؟ عاملة زي بين السورين، زي بين القصرين، زي بين البنين. لا خلينا محددين وواضحين لو سمحت. ايوه دولا، بس انتوا يعني سهوا عليكم حاجة مهمة جدا، يعني لان انا شايف باحساسي. شايف بايه؟ باحساسي ان القمر ده صغير خالص، يعني قد الطبق كده اهو، ازاي بقى هيلمنا كلنا؟ ما هو لان انت بتبص له بعين ارضية، لكن انت لو طلعت قعدت على القمر نفسه هتبص له بعين قمرية. بص، انت مالكش دعوه باي حاجه احنا بنتكلم فيها. انت معاك المطبوعات دي، هتاخدها توزعها على القهاوي وعلى الكافيهات، وخد معاك الواد حته والواد فتله. ها ماشي يا دولا. وانت يا سناء، انت بقى كتربويه يا حبيبتي هتنشري الفكره عن طريق بقى المناهج، ملازم الدراسه، هتلم العيال كده في الفسحه هتقول لهم القمر وعلاقه الانسان بالقمر، وهم هيروحوا يقولوا لاهاليهم لما يبقوا يدخلوا في المنهج اللي انا بدرسه علم الفلك، ابقى ارغي فيه ولا عايزين ارغي بغير لازمه؟ بص يا سناء، مش لازم كل حاجة تعترض عليها، نفذ اللي احنا بنقوله خلاص. عموما يا جماعة، كل واحدة فيكو عرفت مهمتها. انا معرفش مهمتي يا بابا. انت بقى يا حبيبتي هتفتني كل اللي انت سمعتيه عن القمر لاصحابك في المدرسة، اوكي؟ خلاص فاكس.